تواصل روسيا غزوها العسكري لأوكرانيا، فبعد فشلها في السيطرة على العاصمة كييف، نقل الروس آلتهم العسكرية إلى مناطق كثيرة لتحقيق اختراق في الجبهات الأوكرانية. وتعد منطقة الشرق حيث دونباس الأسخن في البلاد، فهناك تخوض روسيا حرباً واسعة للسيطرة على كامل الإقليم. وهذه محاولة تترافق مع صواريخ روسية تضرب شمالاً وغرباً أيضاً. في الجبهة الجنوبية تقول أوكرانيا إنها تعمل على استعادة ما خسرته من أراض، لا سيما في منطقة خيرسون التي خضعت مؤخراً للسيطرة الروسية وتليها موسكو أهمية كبيرة نظراً لموقعها الجغرافي المطل على البحر الأسود. أمام هذا التوزع تعمل القوات الروسية على توسيع مساحة الأراضي التي تسيطر عليها في الجنوب وفي الشرق، ساعية لإنشاء نصف طوق على الداخل الأوكراني، ومعتمدة في ذلك على الطائرات الحربية والدبابات التي أحدثت خرقاً في الدفاعات الأوكرانية. تشير مناطق النفوذ إلى أن موسكو تسيطر على مساحات واسعة من الساحل الأوكراني باستثناء أوديسا والمنطقة المحيطة بها، وأوديسا تعد آخر قلاع أوكرانيا المطلة على البحر الأسود. تعمل موسكو على السيطرة على ساحل أوديسا إذن، وذلك إن حصل يعني أن القوات الروسية باتت على أبواب مولدوفا. أمام تذبذب الميدان تواصل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيون إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا للدفاع عن نفسها، لكن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية دقت ناقوس خطر بشح الإمدادات وقلة فاعليتها أمام ترسانة العسكرية لروسيا. وهنا يمكن القول إن الحرب في أوكرانيا دخلت مرحلة السيطرة المصحوبة بالاستنزاف، رغم وصول عتاد متطور لكييف من حلفائها. إذن كنا معكم في هذه الجولة الافتراضية لمجريات الغزو الروسي لأوكرانيا.